هل قلي السمك أو بعد الخضر في زيت الزيتون تترك لهذا الأخير؟ علاش بغيتوا تقليوا هذا زيت الزيتون؟ علاش؟ هذا هو السؤال أنا كنسولكم، علاش يعني تبليتوا بهذه القضية ديال هذه الكرياد؟ علاش؟ هل يمكن استعمال زيت الزيتون بديل عن الزيتون؟ ممكن تقليوها بزيت الزيتون، ولكن علاش غادي نتخسروا لي بجوج؟ تخسروا الزيتون والحوت والسمك، علاش ما تطيبوش السمك؟ أنا من الناس بغيتهم يرجعوا للطاجين ديال السمك، طيبوا السمك، طيبوه كطيبوا اللحم، طيبوا السمك، أم أحسن سمك طيب ولا مقلي؟ بالله عليكم، أم أحسن سمك طيب ولا مقلي؟ نعم سمك طاجين، سمك طيب أحسن بكثير. ومع ذلك الناس كيمشيو ديما للمقلى، ديما باغيين شي حاجة لا ماشي الزيت، يعني حيت ديك الزربة وديك سهلة، السهلة والزربة، يعني الطاجين خصو الخضرة، خصو الجزر، خصو الربيع، خصو التومة، خصو هذا، يعني أنا اللي بغى يستافد يعني من الطبخ، اللي بغى يستافد منه بجوج على مستوى أمراض القلب والشرايين، لأن السمك فيه الأوميغا 6 والزيتون فيه الأوميغا 3، فيه لي دو إلا تجانسوا هاد جوج هما اللي كيحدوا من أمراض القلب والشرايين خصوصا السيدات. إلا بغيتوا تستافدوا من سمك وزيتون طيبوهم، طيبوا السمك بالزيت الزيتون ويكون معاه زيتون، ولكن ماشي الزيتون ديال اللي كتشريوه من عند الباعة، الزيتون ديالكم ديال ديوركم اللي مرقد بالملح، وهذا الزيتون راه قريب، الله يرضي عليكم راه الزيتون قريب، وصيو شي واحد يشري لكم الزيتون، والناس اللي مبني ميلار هذا القصيبه ومن اوزود ومن قلعه السراغنا يجيبوا لكم الزيتون ورقدوه في ديوركم، شريو خابيه ورقدوا 100 كيلو الزيتون بالملحه وكلوها. كنظن كتاكلوا اقل من 100 كيلو في السنه، كنظن اقل من 100 كيلو في السنه، يعني رقدوا الزيتون ديالكم في ديوركم، خليوا هذاك الزيتون اللي كيبيعوا لكم الناس راه ما فيه والو، اقسم بالذي لا اله الا هو، انا اقسمت باش ما تبقاوش، اقسم بالذي لا اله الا هو، الزيتون اللي مضروب بالصودا ما فيه شي منفعه الا الضرر، يعني بلا ما سميتو، لان الضرر ديال يعني المنفعه الطبيه اللي كانت فيه مشات وحلت محلها الصودا، وهذيك الصودا هي المصيبه العظمى، راك الصودا هي اللي كتسرحوا بها هذاك اللافابو عندكم في الديور ملي كيتخنق، راه هذاك اللي كتشريو راه هو الصودا باش كتسرحوا اللافابو، راه الصودا هذيك اللي كيضربوا بها الناس الزيتون اللي كيعطيوكم هادو اللي كيبيعوا لكم. انا اقسمت ان الزيتون هذا اللي مضروب بالصودا ان ليس فيه نفع الا الضرر.